محمد وآله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا تمر هذه الليلة إلا وقد أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني نجعلها ليلة العتق كده طوال ما حضرتك جالس، إن شاء الله كرر كده بينك وبين الله، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. لسانك ألهج الليلة كده في السجود وأثناء الدرس إن شاء الله بهذا الدعاء، اللهم أعتق رقابنا من النار. قولوا آمين. لا تخافوا، قولوا آمين. الكلام يكون مضبوط مراعاة للوقت وظروف حضراتكم ووقت الصيف. الليلة إن شاء الله هنقف فقط مع أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى، خمس آيات نزلت تضع الخطوط العريضة والقوانين الثابتة لموضوع العلم كله على ملأ القرآن الكريم كله والناس إلى يوم القيامة. خمس آيات تنظم حياة الإنسان إلى يوم القيامة في أهم قضية تمسه، وهي قضية العلم، وقضية تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة وتتعلق بالجنة وبالنار. أهم قضية تتعلق بالإنسان، كل الإنسان سواء مسلم أو غير مسلم، يلخصها القرآن الكريم في أول خمس آيات تنزل على رسول الله. إيه أول خمس آيات نزلت على رسول الله؟ أجيبوا لا تخافوا. إيه أول خمس آيات؟ طب إيه رأيكم نقرأها مع بعض الجماعة كده؟ الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآية فيها سجود مش كده؟ لما يكون جماعي يسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه خاطرة اليوم، خلصت الخاطرة. أول خمس آيات يعني في كلمات سريعة اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف مهيب في غار حراء، ما كان يعلم قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيصير نبي، إنما كان قبلها يهيئه القدر. كل عام يذهب إلى غار حراء في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، يتحنث الليالي ذوات العدد، يتفكر في الكون من حوله، يقول إن أهل مكة ليسوا على الحق، الذي يحدث بين الناس ليس هو الحق، فطرته تأبى ذلك. فكل عام في الليالي ذوات العدد في شهر رمضان يأخذ زاده من خديجة ويذهب إلى غار حراء، مكان صعب المرتقى، الشباب القوي يصعب عليه أو يتعب حتى يصل إلى هذا المكان، ويجلس فيه صلى الله عليه وسلم وحده يتفكر في كون الله عز وجل. في ليلة نزل عليه سيدنا جبريل في ليلة القدر في شهر رمضان بهذه الآيات ويخبره أنه نبي، ويضع مع أول كلمات تنزل مصير البشر كلهم إلى يوم القيامة، ويضع مصيرهم في أول كلمة، هي كلمة إيه؟ بالمناسبة السورة اسمها سورة الإيه؟ اسمها سورة إيه؟ لا ليس إقرأ، اسمها سورة العلق، هي أول حرف كلمة فيها إقرأ، لها مناسبة مسألة الصورة ولكن نرجع. هقف مع علشان نعطي وقت للترجمة مع الخطوط العريضة لموضوع العلم في سورة العلق. سورة العلق بتقسم الإنسان كل الناس مقارنة إلى صنفين، ثم بتضع مجموعة من المستلزمات اللي عايز يطلب العلم ويتحقق فيها هذه الصفة ويكون من الممدوحين عند الله عز وجل. تحط مجموعة شروط وقبلها بتقارن بين الناس، كلنا واحد من اثنين. تعال نشوف من خلال الآيات إن اثنين. أول حاجة السورة بتقول إن الناس كلهم إما صاحب علم وإما صاحب دنيا.
ليس ذما في الدنيا، ولكن القلب لا ينطوي على نيتين، إما نية العلم وإما نية البقاء في هذه الحياة والجمع لها، إما صاحب علم وإما صاحب دنيا. وهذا ما قاله المسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: من همان لا يشبعان، يعني اثنين جائعان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو صاحب علم وصاحب دنيا. فصاحب العلم يزداد رضا من الله سبحانه وتعالى، ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطالب دنيا يزداد خسة ووضاعة وطغيانا، وقرأ قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. والصورة مقسومة لقسمين، لحد قول الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم، وقفت الصورة تكلمت عن العلم. من أول لفظة كلا، وكلا من الألفاظ القليلة في القرآن تعني الردع، إياك تفعل ذلك، كأن القرآن الكريم ينهانا كلا ردع ابتعد كلا. من أول كلا لآخر الصورة بتتكلم عن مين؟ عن أبو جهل. تتكلم عن مين؟ الآيات من أول كلا الأخيرة بتتكلم عن مين؟ نزلت في أبي جهل وتحكي صفات أبي جهل. فإحنا واحد من اثنين، الناس كلهم إما صاحب القسم الأول من الصورة، وإما صاحب القسم الثاني من الإيه؟ من الصورة. والقسم الثاني بدأ بلفظة إيه؟ كلا، يعني إياك تكون تبعاً للي جاي، خليك تبع لإيه؟ اللي فات. صاحب دنيا ذو علم وذو جهل، الناس كلهم أيضاً يا إما صاحب علم اللي هو الصنف الأول، يا إما ذو جهل كأبي جهل أعاذنا الله وإياكم من صفة الصنف الثاني. نعم الله علينا على نوعين، الصورة تقول كده: نعم الله كلها علينا على نوعين، علم وغير علم، الأكل والشرب واللبس والزوجة والسكن والكرسي والمنصب والأموال والصحة والعينين واللسان والأعضاء، هذه نعم، ونعم الله لا تحصى، هذا نوع من أنواع النعم. والعلم كل هذا في كفة، والعلم في إيه؟ والعلم في كفة. السورة تقول: الأكرم، اقرأ معي هذه اللفظة كده، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. صفة متعلقة بالنعمة اللي هو الكريم سبحانه وتعالى، بس ما قالتش الكريم، قالت الإيه؟ الأكرم، عارف أكرم نعمة ربنا أنعم بها عليك إيه؟ الأكرم الذي علم بالقلب. هذه يقول الزمخشري عليه رحمة الله في التفسير. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أفضل نعمة يمتن بها على الإنسان هي نعمة العلم. ما كل النعم في كفة، ونعمة العلم الذي لا يؤتاها كأنه ما تحقق. الأكرم الذي علم بالقلم، أفضل نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، اللي يفتقدها كأنه افتقد كل النعم وما أوتي من الخير شيئا. قالت إن العلم علمان، علم لنفسه وعلم لغيره، يعني الإنسان بيتعلم لينفع نفسه ولينفع إيه؟ ولذلك قررت كلمة اقرأ كم مرة؟ مرتين، اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ وربك، الأولى لنفسه والثانية لغيره، يبقى العلم بيتعلمه لينفع نفسه ولينفع إيه؟ غيره. قالت إن الإنسان بين المهانة والتكريم، مكرم بالعلم مهان بغير العلم، والدليل من علق. أصل الإنسان مخلوق من إيه؟ من تراب، مش كده؟ بس ما جابتش من تراب، لأن التراب فيه معاني الخير، النماء والبركة، إنما جابت مرحلة من مراحل خلق الإنسان، مرحلة مهانة، وهي إيه؟ العلق، قطعة الدم المجمد، هذا أصلك. من غير العلم هو أنا وأنت، هذا الإنسان هو هذا العلق بغير الإيه؟ بالعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الذي خلق، خلق الإنسان من إيه؟ من علق. ليه ما جابش مراحل الخلق الثانية؟ تذكير للإنسان أنت هذا، أنت من علق، إنما لو تعلمت أنت بقى في مصاف الأنبياء وورثة الأنبياء، مش العلماء ورثة الأنبياء؟ طيب ما لم تكن في هذا الصنف فأنت إيه؟ هذا أصله من علق. هي تحت المهانة والتكريم، هي تحت قوة الإيمان وضعف الإيمان، قوة العقيدة وضعف العقيدة بالعلم. يقول قتادة عليه رحمة الله: القلم أعظم نعم الله على الإنسان، لولاه ما كان دين ولا حفظت مصلحة. القلم
أعظم نعم الله على الإنسان أن يعلمه الإيه؟ علمه بالإيه؟ بالقلم. أفضل نعمة ربنا أعطاها لك أنك تقرأ وتكتب، مش كده؟ قال لولاه ما كان لي، لولاه ما كتب القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الأحاديث ولا السنة، لولاه ما كان دين ولا حفظت مصالح. بالإيه؟ بالقلم. كأنه من ارتبط بالقلم وبالتعلم وبالعلم هذا حقق العقيدة. مش احنا بنقول ان القرآن اللي نزل في مكة نزل ليصلح العقيدة؟ أول ما يصلح العقيدة ان الإنسان يتعلم. المهم هذا كله سيأتي له تفصيل بعد ذلك إن شاء الله. احنا بنحكي الخطوط العريضة اللي حكتها الصورة اللي هي تمشي معنا على مدى الشهر إن شاء الله رب العالمين. ثم انتقلت الصورة تقول أن الذي يريد أن يكون في مصاف القسم الأول من الصورة ولا يريد أن يكون في مصاف القسم الثاني مطلوب منه عدة شروط. رقم واحد، أن يكون عنده يقين أن العلم كل العلم مصدره واحد، وهو من؟ لا يكون العلم إلا من عند مين؟ علم الإنسان ما لم يعلم. فمصادر العلم كلها من عند الله، ورزق الله لا يهدى لعاصي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط. اثنين، ابدأ والله يعين. العلم مجرد بداية، مجرد جهد وبذل. أما كرم الله الأكرم، ذكر لفظي الإيه؟ الأكرم. أنت مجرد ما تبدأ وكرم ربنا أوسع من كرمك، صح؟ اقرأ بمين؟ باسم مين؟ استعن بمين؟ بالله؟ لا، ردوا علي، استعن بمين؟ وسيعينك. مجرد ما تنوي سيرزقك الله سبحانه وتعالى. ذكرت من ضمنها أنه يتعلم الكتابة علم بالقلم، ذكرت من ضمنها أنه لا يتعلم إلا العلم النافع، ودي من معاني حرف الباء في باسم ربك. اقرأ باسم ربك، واللي يقرأ باسم ربه يتعلم علم يضر الناس، يتعلم علم يضر على الناس الويلات ويسيل الدماء وينتهك الأعراض ويحتل الشعوب ويأخذ ثروات الناس ويعطي البقاء للأقوى. هذا ليس بعلم، ده قمة الجهل والانحدار. العلم اللي يتكلم عنه القرآن الكريم هو الذي يساوي بين الناس ويعود بالنفع على البشرية. لذلك قال باسم ربك، وكل ما لم يكن باسم ربك فهو ضار بالبشرية. قال الإخلاص، وأيضا هي من معاني الباء في باسم ربك، يعني يكون طلبك للعلم لمين؟ لله، وليس لمطلب دنيا أو كراسي أو شهادات. قال التواضع، وانت بتطلب العلم تذكر ان انت مخلوق من ايه؟ من عرق. اياك تتكبر على الناس كلما ارتقيت في الشهادات، بل الاصل كلما ارتقيت علما كلما زدت تواضعا واقترابا من الله. انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. اخيرا نسينا نكتبها، الجهد والبذل. الايات دي نزلت فين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، طلبها بتعب وايه؟ ومشقة. والعلم لا يأتي على السرير، إنما يأتي بالإيه؟ على قدر أهل العزم يأتي تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. هذه خمس آيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أظلم الآيات وأقول أني وفيناها حقها في هذه الخمس دقائق والعشر دقائق، إنما سنظل معها إن شاء الله 30 يوم مع 850 موضع اللي هي لخصت كل ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين. ورزق الله واسع. أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم جميعا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين في كل مكان. سؤال اللي يجيب عليه في الليلة اللي جاية إن شاء الله رب العالمين له جائزة. سورة العلق ذكرت مجموعة من وسائل التعلم، من يجيبها؟ يكتبها إن شاء الله. وسائل للعلم، ذكرت مجموعة من الوسائل. اللي هيجيب هذه الوسائل من الإخوة ولا من الأخوات له جائزة معنا إن شاء الله الليلة القادمة. سامحونا على الإطالة، يعني دمجنا الصورة. إنما الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Voy a traducir brevemente la palabra de Sheikh, que es la primera charla de este ciclo que vamos a tener y a seguir durante todo el mes de Ramadán, bajo el lema "Con el conocimiento progresamos", y que trata sobre la importancia del conocimiento y la ciencia en el Islam. La charla de hoy es una reflexión sobre las primeras cinco alayas, los primeros cinco versos que fueron revelados al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en su primer año de visión como profeta. La sura de Al-Alaq, o el coágulo, sería la traducción. Y empieza, como sabéis todos, con Iqra, que viene a decir lee. ¿Vale? Lee con el nombre de tu Señor, quien creó al Señor a partir al ser humano a partir de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, quien enseñó con el cálamo, enseñó
al ser humano lo que antes no sabía. Sheikh Muhammad Ali ha sacado una serie de lecciones que podemos deducir de estas cinco alayas, de estos primeros cinco versos del Corán. Lo primero es que la sura divide a todas las personas en dos tipos: personas de conocimiento y personas ignorantes. A partir de la alaya 6 habla de un tipo, de un personaje, de uno de los enemigos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl, el hombre ignorante, ¿vale? La sura considera que la bendición más grande que Allah subhanahu wa ta'ala puede conceder a una persona, y Allah es el más generoso, según cita la sura, es el conocimiento. Vincula el conocimiento o la enseñanza de Allah con el atributo de Allah, el más generoso. La ley también cita dos veces la orden de le, la primera vez y la segunda. Y los sabios de Tafsir dicen que la primera orden al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es un conocimiento para sí mismo que necesita adquirir para sí mismo, pero la segunda orden es un conocimiento para enseñar y compartir con los demás, es decir, aprender para transmitir a los demás. La ley también vincula el orgullo y el honor del ser humano con el conocimiento, sino le recuerda que fue creado a partir de un coágulo. Coágulo es una de las primeras etapas de formación del ser humano como feto en el vientre de su madre. Y le recuerda esa etapa de humillación, de debilidad, que con el conocimiento puede tener mucho honor. Vincula la sura también entre el imán y el conocimiento, es decir, cuanto más fe y cuanto más convicción de fe tenga la persona, la puede tener con el conocimiento. Al final cita una serie de condiciones que debe cumplir la persona que quiere adquirir el conocimiento tal y como lo enseña la sura. Decía Sheikh Muhammad Ali que esta sura resume todo o pone las bases del concepto de la ciencia y el conocimiento en el Islam. Nos decía ayer que la ciencia o el conocimiento vienen citados en más de 850 alayas en el Corán, pero esta sura pone las bases de todo este tema. Lo primero es que el conocimiento viene de Allah. Lee en el nombre de tu Señor. Esta es la primera convicción, la primera condición que debe tener el que busca el conocimiento en el Islam. La segunda es que el conocimiento que adquiere el musulmán siempre está vinculado con Allah. Es decir, siempre tiene que ser un conocimiento útil y no un conocimiento para perjudicar a los demás. El segundo punto, vincular el conocimiento con el cálamo, con una de las herramientas de buscar el conocimiento. La importancia de la intención o la sinceridad a la hora de buscar el conocimiento, por eso lo vincula con Allah. Y la importancia de la modestia para buscar el conocimiento. Y por último, otra condición es poner el esfuerzo máximo para buscar el conocimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le fueron reveladas estas alayas, estaba en la cueva de Hira. Es decir, puso mucho esfuerzo por su parte para subir a esa cueva, para retirarse en ese lugar durante varias veces, y Allah le dio este conocimiento. Es decir, una de las condiciones es también poner el máximo esfuerzo. Y con estas condiciones uno puede buscar el conocimiento que nos cita nos citan estas primeras cinco alayas de la sura. En los próximos días seguirá el Sheikh Muhammad Ali dándonos más lecciones sobre el tema del conocimiento y sobre esta sura en particular. Jazakumullah khair, salam alaikum.